تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للارتقاء بمستوى جودة وسلامة الغذاء من خلال الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، وذلك لضمان سلامة وجودة الغذاء وحماية الصحة العامة من مخاطر الأغذية الملوثة التي قد تتسبب في إصابة المستهلك بالأمراض المختلفة وتؤثر سلباً على صحته. ويمثل مركز مختبرات الأغذية والمياه جزءاً مهماً من منظومة الرقابة الغذائية من خلال إجراء التحاليل المختبرية على المنتجات الغذائية والمياه والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مواد ضارة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. كما يقوم المركز بتنفيذ الدراسات والبحوث العلمية بمختلف المجالات المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية والمياه، ويهتم بتدريب طلبة الجامعات والكليات. يتكون المركز من 5 أقسام متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة العلمية في مجالات مراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، كما أن هناك 8 مختبرات فرعية تعمل في المحافظات وتؤدي دوراً مهنياً يتكامل مع منهجية المركز. التطور المتسارع الذي يشهده المركز على مستويات الأجهزة والكفاءات البشرية حقق نتائج إيجابية في متابعة ورصد مستجدات تقنية وصناعة وإنتاج الأغذية والمياه. وتقوم الوزارة بتطبيق برامج علمية وإشراقية ضمن خطة مدروسة ومنهجية محكمة. يضم المركز عدداً من الكفاءات والكوادر العمانية المتخصصة في مجال التحاليل موزعة على أقسام المركز وفروعه بالمحافظات. يحتوي المركز على عدد من الأجهزة التحليلية والمتمثلة في أجهزة دقيقة وسريعة قادرة على تحليل مستويات منخفضة من متبقيات المبيدات في الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات الغذائية. أجهزة الكشف عن الأغذية الحلال، أجهزة الكشف عن المعادن السامة الثقيلة، وأجهزة قياس مكونات الأغذية والمياه، أجهزة الكشف عن البكتيريا والبكتيريا الممرضة والأعفان والخمائر في الأغذية والمياه، أجهزة الكشف عن الغش التجاري في منتجات اللحوم والدواجن باستخدام تقنيات الحمض النووي DNA، أجهزة الكشف وقياس العناصر المشعة مثل جاما وألفا وبيتا في المواد الغذائية والمياه والعينات البيئية كالهواء والتربة والصخور، أجهزة كشف وقياس المضافات الغذائية. وتخضع جميع التحاليل والفحوصات الخاصة بهذه الأجهزة للمعايير الدولية. يستخدم المركز أعلى مستويات التقنية لإدارة أعمال المختبرات LIMS، حيث يقوم هذا البرنامج بتسهيل عملية استلام وتحويل العينات وتوزيعها بين الأقسام المختلفة بالمركز، ليقوم الفنيون في القسم بعمل الفحوصات اللازمة وتحليل النتائج وإصدار الشهادات التحليلية. وللمركز مشاركات دولية في عينات اختبار الجدارة Professional Test Samples مع منظمات معتمدة مثل منظمة LGC Professional Test ومنظمة AquaCheck ومنظمة FABAS. وفقاً لقانون سلامة الغذاء، يعزز مركز مختبرات الأغذية والمياه الجهود المكثفة في مجال الرقابة والتفتيش على الغذاء والتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية في مختلف مراحل إنتاجها ونقلها وتوزيعها وتداولها. وتأكيداً لأهمية الشراكة المجتمعية بين الوزارة والمستهلك، فإن مركز مختبرات الأغذية والمياه على استعداد تام للقيام بالتحاليل المختبرية اللازمة لمختلف الأغذية والمياه المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات المختلفة. وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة.